زي ما انتوا شايفين كده، انا بكلمكم وانا لسه صاحي من النوم. يعني قلت اعمل فكرة كده للفيديو ان نبقى بنتكلم في وسط يومي، يعني اللي هو احنا كده كده ماشيين مع بعض بقى، يعني شوية ونزل الجيم يلا بينا، شوية في الشغل يلا بينا كده يعني. فلو عجبتكم فكرة الفيديوهات دي قولولي في الكومنتات، اعملها معاكم على طول. ممكن حتى كل يوم نعمل فيديو، ما عنديش مشكلة. هو الفيديو بتاع النهاردة دسم في النصايح بتاعته، يعني النهاردة هيبقى 5 نصايح مش 3 نصايح زي ما احنا متعودين من سلسلة الفيديوهات اللي انتوا حبيتوها، اللي هي بتاعت النصايح بتاعت المبتدئين. وزي ما قلت لكم، هي مش للمبتدئين بس ولا حاجة، الناس كتير. طيب تعالوا كده قبل ما نبدأ بقى، يعني انا بحب دايما ابدأ يومي بالجيم. يعني دلوقتي الساعة دلوقتي 7:30، فيدوب نروح الجيم، بعد كده في شوية شغل كده على اللاب، مونتاج وكلام من ده نخلصه، وبعدين نروح المعهد بقى. طيب تعالوا ناخد اول نصيحة على ما ايه، يعني ناخد المستين والقهوة والحاجات اللطيفة اللي بتبقى في الاول دي، وبعدين نروح سوا. اول نصيحة هي انك ما تقولش انا هتعلم الكمانجة في قد ايه، يعني ما فيش حاجة اسمها كده. ليه ما فيش حاجة اسمها كده؟ لان في فروق فردية، يعني في فروق ما بين كل واحد والتاني. فلما بلاقي اسئلة كتير من نوع والله انا هتعلم الكمانجة في قد ايه وقت، ما فيش حاجة اسمها كده. المعلومة اللي انت بتستوعبها في ساعة غيرك محتاج 10 ساعات عشان يستوعبها. فهو ما فيش حاجة اسمها والله الكمانجة دي انا ممكن اتعلمها في شهرين، انا ممكن اتعلمها في سنة. واصلا ما فيش معيار لان اتعلمت الكمانجة، يعني انت امتى تقول انا اتعلمت الكمانجة؟ يعني انت ناوي تقف لحد فين؟ هو اصل الموضوع بحر، الموضوع ما بيخلصش بسهولة زي ما انت فاكر. فالرسائل دايما من النوع اللي هو انا هتعلم الكمانجة في قد ايه، هاخد قد ايه وقت على ما اتعلم كمانجة، يعني ما فيش حاجة اسمها كده يا اخوان. ده زي ما قلت لك، هي الحكاية متوقفة على حاجتين. اول حاجة الفروق الفردية اللي ما بيننا، اللي هو انت استيعابك عامل ازاي، وتاني حاجة هو تدريبك انت. هل انت هتسمع الكلام ولا هتتعبني معاك؟ ما انت ممكن مش عايز تعمل التمارين اللي بقولها لك، مش عايز تسمع كلام مدربك وتعمل التمارين اللي بيديها لك. يبقى احنا ما بنعملش حاجة، يبقى انت بتروح الحصة زي اللي بعدها زي اللي بعدها، ما بتتقدمش خطوة. فركز على التدريب بتاعك وعلى اجتهادك، وما تشغلش بالك بنقطة احنا هنتعلم في قد ايه وقت دي. انت لو التزمت بالشغل المدرب بتاعك ادهولك، هتوصل للي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه. فهي ما فيش حاجة اسمها قد ايه وقت وانت قاعد كده مش عايز تتعب ولا عايز تتمرن. طب تعالوا نحضر بقى الحاجات بتاعتنا عشان ايه ننزل. بيني وبينكم كده، انا قلت بدل ما انزل الجيم بعد كده ارجع للبيت واخد الشنطة ومش عارف ايه، فلا انا حضرت الشنطة اللي فيها الحاجة بتاعتي كلها، وايه نروح الجيم ونشوف بعد كده اليوم بيقول ايه. فيلا بينا. خلينا ناخد نصيحة كده على السريع، وهي انك تتمرن كل يوم. مش مهم تتمرن قد ايه، مهم تمسك الكمانجة كل يوم. يعني كل يوم امسكها 10 دقايق، نص ساعة، زي ما ربنا يقدرك. بس اهم حاجة ما يعديش عليك يوم غير لما تمسكها. ودي خلي بالك مرتبطة بالنقطة اللي فاتت، يعني انت لو اتمرنت كل يوم وحافظت على التمرين بتاع كل يوم، هتلاقي نفسك اتقدمت اسرع. يعني لو حافظت على التدريب كل يوم، هتلاقي نفسك انجزت بسرعة
والدنيا بقت تمام. فأهم حاجة إنك تتمرن كل يوم ولو حتى 10 دقايق، ما يعديش عليك يوم غير لما تفتح شنطة الكمانجا كده وتشتغل. سيبك بقى من النظام أنا مشغول وأنا مش فاضي، حتة أنا مشغول وأنا مش فاضي دي يعني أنت بتقعد تاكل في أكتر من 10 دقايق، فالعشر دقايق بتوع كل يوم دول أهم حاجة. وديني وصلت المعهد أهو، أكيد صوت الشارع عامل لكم إزعاج أنا عارف، بس يعني إيه، أنا قلت بقى إن أنا معيشكم يومي، ويعني بما إن عندي شوية وقت فاضيين كده فهشتغل على اللاب شوية، بس لا أتكلم معاكم الأول أحسن وبعدين نبقى نشوف موضوع اللاب. النصيحة الثالثة معانا النهاردة وهي إنك تلعب سلالم حتى لو الموضوع ممل، يعني اهتم دايما إن أنت تلعب سلالم واطلب من المدرب بتاعك إن هو يديك سلالم. السلالم خلي بالك هي هتحسن إيدك على الكمانجة وهتحسن ودانك اللي بالتبعية هتخلي إيدك أحسن. يعني من الآخر كده أنت لما تلعب سلالم كتير أنت ودنك هتحفظ النغمات، لأن ودنك هيبقى سهل عليها إن هي تحفظ السلم، سهل عليها إن هي تحفظ تتابع النغمات غير ان هي تحفظ كل نغمه منفرده. فهتلاقي نفسك خلاص ودنك حفظت السلم، فلما هتيجي تلعب السلم بعد كده ايدك هتلعبه صح، لان ودنك حافظه النغمات بتاعه السلم نفسها والتتابع بتاع الابعاد بتاعه السلم صح. فدايما خلي السلم او السلالم عموما اولويه من اولويات تدريبك، واطلب ده من المدرب بتاعك. يعني لو المدرب بتاعك بيديك اغاني وما بيديكش سلالم وكلام من ده، لا اطلب منه ان هو يديك سلالم. السلالم بتكون مملة بالنسبة لكل الناس، ولكن هي أكتر حاجة مفيدة، فركز على التمرين على السلالم. أنا عارف الموضوع مزعج بزيادة بس يلا. بمناسبة صحيح إن أنا في المعهد، أنا نسيت أقول لكم إن المعهد في شهر 12 عامل عرض، يعني عرض محترم بصراحة، خصم 40%. فلو أنت من اسكندرية وحابب تيجي تتعلم معايا أكيد هبقى مبسوط يعني. فادخل ابعتلي على الانستجرام او على الصفحة، عندك كل وسائل التواصل موجودة في الديسكريبشن، ادخل ابعتلي وهقول لك تفاصيل العرض، ويعني اتمنى تيجي تنورني. خامس حاجة حابب اقولها لك النهاردة وهي انك ما تقارنش نفسك بحد. ما تقولش فلان بيعزف احسن مني، او انت مثلا تشوف فيديو على اليوتيوب تقول ليه الصوت هنا طالع احسن من اللي انا بعزفه. ما تقارنش نفسك بحد، لان يعني اولا كده المقارنة دي انت اللي هتخسر فيها، ما علينا. المقارنة دي انت اللي هتخسر فيها، لان كل واحد يعني اكيد الشخص اللي بقى مدربك ده مثلا، او الشخص اللي بتشوفه على اليوتيوب، او العازف اللي بتسمعه اكيد ما بقالوش يعني يوم ولا يومين. فما تقارنش نفسك بحد، انت تقارن نفسك بنفسك امبارح. كلام تنمية بشرية اسمع علينا، يعني تقارن نفسك بالمستوى بتاعك قبل كده. والله في تحسن يبقى انت راجل 100 100، مفيش تحسن يبقى شوف الغلط فين، لكن ما تقارنش نفسك بحد. ودي قاعدة عامة خدها في حياتك عموما، يعني بعيدا بقى عن الكمانجا ومش عارف ايه، ما لكش دعوة بحد، خليك في نفسك. ولو عجبتكم فكرة الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات ونعمل منها تاني، يعني حتة ان انا ادخلكم في اليوم كده. انا عايز اقول لكم ان لسه في باقي اليوم، بس يعني مش هطول عليكم اكتر من كده عشان ما تزهقوش مني يعني. فلو عجبكم الموضوع ده قولوا لي وتمام. تنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتنساش انك تسأل عن لو انت من اسكندرية، يعني ما تنساش انك تسأل عن العرض بتاع معهد نغم، المعهد اللي انا موجود فيه. واشوفكم الفيديو اللي جايين.